تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة إقبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية للتطعيم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وتسعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا ومائة واثنين ألف شخص هذا وتلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر